اقول لك حمودي، ليه جبت رسول اللي يلعب ويانا؟ انت مو تدربيه ما احكي وياه؟ مو ياسي ما اجي، شفت رسول بالطريق قال لي عاد العب وياك بطبه وجبته وياي. ولا شفته بالطريق حمود، انا ما احكي وياه. خلاص شو صاير بيناتكم؟ اشي ما حكيت لي. لا هيك على مو شغله. اقول لك رسول، انت مو قلت لي ما احكي ويا مولي؟ شو جاي تلعب وياه طوبل؟ يا معوش ما ادري اني شفت محمد عبال بس هو يلعب وياي طلع مود وياه. شنو نضل واقفين؟ خلينا نلعب طوبه. يلا شباب تعالوا خلينا نلعب. يلا ودي شنو ياكلون نلعب جولين؟ لا مو مال جولين، خلينا نلعب مراوغه احسن شيء. بع منو دي يحكي تلعب مراوغه مو؟ اليوم الا كسرك. هاشميك اكو واحد يجي يلعب؟ اول شيء لا تصيح وثاني شيء مو قصدي ادفعك. لك هو مو صوجك، صوج حمودي جابك تلعب ويانا، انا اصلا ما اريد العب وياك. على اساس انا اريد العب وياك؟ نمشي لك، يلا روح لبيتكم. امشي لك، انت روح لبيتكم، هذا فريقنا. مودي يلا ما صار شيء، لا حد يتعارك. لا حمود عوفة، شو يريد يسوي مثلا؟ رسول روح منا، انتم مو يوميا مسوي المشاكل بالمنطقة؟ هاي اول شفتوا ايش قال؟ هسه احنا صرنا هالمشاكل. لا رسول لا تختلف، مودي ما قال انتوا هالمشاكل. عوفة عوفة حمودي، امشي خل روح، وانت جيب الطوبة. يا معطي لا حيبكي. امشي. احنا ندور مشاكل، احنا احسن من عندكم، انتم ما حد ما يطلع وراكم. ابشر رسول، خلينا نلعب بابي. هي شنو المنطقه مالتهم؟ قابل مشتريها ابقى هنا وبكيف، ورد رجال يحكي. باعوا لك، امشي منا، لا سهلك سهل ورا يدارف مني يطلع وراك. امشي لك، خوفني باخوك الجبان. باعوا رسول، لا تتجاوز، امشي يلا. يلا امشي مؤمن. ما ارد عليك، لان انت مو متربي. مودي خلينا نطب جوا، وعد بعدين نلعب. لك ما سمعته؟ غلط علي وعلى ابويا، وانا ابويا متوفي، انا لهم، حمود يروح وبعدين نشاور. ماشي حبي، اذا تحتاج شيء عد خابوني، يلا مع السلامة. الله وياك. حيدر! حيدر! حمود خير؟ ايش بك تصيح؟ حيدر، هذا الرسول وقعنا على القاع، وغلط علينا وقال. واذا كانت كم مرة قلت لك لا تحكي وياه ولا تمشي وياه، وعلى يا اساس يغلط على ابويا. حيدر انا ما لعب ابويا طوبه، بس هو اجى بالفرع ولعب طوبه. بسيطان لهم، خاطش المره سكتنا لهم وعبالهم احنا فارغين وطالعين فطر القاع وما حد يطلع ورانا، انت طب جوه وانا سرح لهم. خلينا نشوف شلون راح تخلص وياهم. تاليها بسيطه. طلعوا وينكم؟ وين كنت تدق الباب؟ ماكو جرس هنا. امشي لك، سحل ابوك انا ما احكيك. يلا اول شيء تعلي صوتك انت بابنا، وثاني شيء خير ايش رايك؟ شوف سيف، اخوك ما متربي، ضرب اخويا وسب ابويا، وانت تعرف كلش زين ابويا متوفي، وليش يسب ابويا؟ شوف حيدر، لا تقول على غير متربي، انت ما متربي. ها شكو يدي، شنو ارتياح؟ يعني صرنا احنا ما عاد تربيه، لان شي مره سكتنا لكم. ابني ليش هذا الارتياح؟ واحنا جوارين، فهمني شكو. يابا ذولا تعرفون بالعالم ويدورون المشاكل وجوا علينا اليوم. عمو ما تشفينا شرك، يلا لهلك يلا. ماشي عمي، انا راح اروح، بس ابنكم اذا وصل فرعنا راح امسح بيه القاع. وش حدك لك؟ اسكت اسمع لك، اي شيء يصير بابني انت تتحمل مسؤوليه. يلا لهلك. شوف عمي، انت رجال كبير، لازم تتبنى مثل ابنك، على احترم شباتك، تقبلها ابنك يسب ابوي وابوي متوفي وفوقها يضرب اخويا. حيدر لا تضل ترفع صوتك على ابويا، واخوك اللي تحارش باخويا. رحم الله والدك عمي، طلعنا احنا هالخطا، جيت عليك وعبالي تكبر وتحلها، بس مع الاسف. امشي لك بعد رباك توصل بيتنا. كافي امشي طب جوا يلا، شلون عالم تدور مشاكل. شوف مودي، هاي العالم تدور مشاكل، رحت لابو ود الخير الكبير المسيب ما احترمني، وطلعنا احنا الخطأانين، بس بسيطة ما ننزل مستواهم، الله كريم. بس حيدر انا لا يمه ولا بقربه، وهو ظل يشمر حكي وانا ولا اهتميت له، بس بالاخير دفعنا ووقعنا على القاع. ادري ادري يدورون المشاكل دواره، وانا سكتنا لهم ذيك المرة عبالهم نخاف من عندهم، والمرة الثانية سكتنا لهم خذونا بعين صغيرة، بس بسيطة خلي يحكيهم حكاية بعد، شوف شو اسوي لك بيهم. حيدر عفهم، خلي ولول ما تسوى. ما تسوى؟ لك ما احترمني يسب ابوي الميت تندي اسكت له؟ بسيطة بسيطة
سكتنا لهم مره مرتين، مره الثالثه اريد احكي حكايه لاسحل بيه القاع وباب بيته واشوف والله من يطلع له. كرار البارحه طلعت فوتك. ليش وين كنتوا؟ هو انت وين كنت حضرت جنابك ندق عليك بالجو؟ باحة كنت نايم تعبان. هو انت قضيه نام و اقول لك ولا صار السنه ابو لك ما مخابه. الو عمد فضاء هذا ذن. يلا يلا شلون اتصل عليك؟ قدي خابه؟ اقعد عندي شغله ضروريه. ادري شغلتي ايش؟ المهم سالفه البارحه شلون طلعت؟ واثق الباحة طلعت خبر. لا والله صدق لك من العمر. ما ادري عاد خابرونا على الطلعه الجايه. هو انت لا قضيها نوم. بس الشباب تفوت السيارة. ومن هذا اللي يريد يفوت بالله؟ لك حلو جيت بوقتك. شباب هذا اليوم اذا تعرف ويا اني. على بختك ايش عندك وياه؟ ما عليكم سالفة طويلة خليكم وياي. ما تخرون منا. ودا دقيكم هورن؟ لو تدون ادش عليكم. هذا ايش فيه انا؟ تعال تاخذ شوي ايش فيه. اهو هم هذا اليوم شلون شلون شلون؟ ما سمعتك ايش قلت؟ مو جاي ادقلكم هارن، ما تاخرون منا لو ما تسمعون. وين ما يعجبني؟ انا لا صار عندك اعتراض او مانع؟ ها بالعافيه عليكم. ما قلتش وقت اشتريت الفرع؟ حضرت جنابك يلا حباب شغل سيارتك ومنا باع عليك. اسمعني زين واخره منا انا لا هسه ادش عليكم بالسياره. هسه انزل من السياره شوفنا عضلاتك. لو انت بس حكي لق 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 لق. اوه شلون انا والله بالعطلات خير. ايش رايك نزلت؟ صار الشمر انت حباب. ايدك نزلها ولا ترفعها ولا تبيحن علي. صاير اوبا اسمع لك احنا هسه ثلاثه نقدر هسه نلزمك او مو نقدر هسه نزمك نكسرك نكسر السياره فوق راسك. حلو اكو واحد هيك شباب؟ لا طبعا من يقدر. اي حقكم انتم ثلاثه. انت من هذا النوع تمشلتك هاي التعبانه وصورن ولي على واحد وثلاثتكم ما تخوفوني ومن دليلكم انا وحدي. خير حيدر شكو؟ ماكو شيء بذول يمشون على طرف اصابعهم ورادين مدرة اذن. انت من حضرة جنابك سال رامبو تشعل السيارة وتضرب الولد. اسرع تعرف من هنا. شوف شغلك. يلا حرك شر حرك.